مهما يلوعني الحنين اصبر وراعي لك سنين واعطي كل العمر ما دامك على عهدك امين والم لمشواقي واحراقي واعطيها قلوب اللائمين لا انا ولا انت ناخ النسيم مهما يلوعني الحنين اصبر وراعي لك سنين واعطي كل العمر ما دامك على عهدك امين والم لمشواقي واحراقي واعطيها قلوب اللائمين لا انا ولا انت الله مهما يلوعني الحنين اصبر وراعي لك سنين واعطي كل العمر ما دامك على عهدك امين والم لمشواقي واحراقي واعطيها قلوب اللائمين لا انا ولا انت تكفينا وهمينا مهما يلوعني الحنين اصبر وراعي لك سنين واعطي كل العمر ما دامك على عهدك امين والم لمشواقي واحراقي واعطيها قلوب اللائمين لا انا ولا انت الله ما طرى ما طرى والظبا بيناه يدور مكنه ما طرى ما طرى والظبا بيناه تدور مكنه مكنه يعني تدور لمكان يعني تستظل فيه من المطر الله اكبر يعني اللغه العربيه والكلمات معانيها واضحة جدا يعني احنا نقول له الدس او يدور له محل استكنة فيه يعني فهموا هذا الكلام يعني هذه الكثير يعني مثل يعني يقول ايوب طارش حفظه الله يقول ما هو مطر مطر والظبا بينه يعني ام ظبا تدور مكنه يعني من شدة المطر تدور له محل تختفي فيه وتحتمي فيه من شدة المطر هذا هو المعنى بشكل مبسط جدا ما طرى ما طرى والظبا بينه تدور مكنه يعني مطر مطر والظبا بين هذا المطر تدور لها في اي محل او اي هيجة تستكن تحته وتستظل تحته من المطر وفرق بين استظلال اللي هو ظله اللي هو من الشمس ومن حرارة الشمس لكن قال هنا مكنه مكنه يعني تختفي فيه من المطر وتتوارى من شدة المطر ما طرى ما طرى والظبا بيني تدور مكنه